في 30 من تشرين الأول العام الماضي وفي تمام الساعة الصفر بتوقيت تشرين، سيطر المحتجون على مبنى المطعم التركي بشكل كامل بعدما كانت تتخذها السلطات الأمنية موقعاً لضبط الاحتجاجات. المطعم التركي أو جبل أحد كما يحلو للمحتجين تسميته كان مهملاً قبل أن ينفض عنه المنتفضون غبار الإهمال ويغسلوه بماء الانتفاضة ليصبح مركز عمليات حراكهم. هذا المبنى شاهد على معركة بين الخير والشر. كسب المتظاهرون جولتها الأولى وزفوا من منبره نبا استقالة عبد المهدي من رئاسة الحكومة فيما تمسكوا به، ولم تستطع القوات الأمنية انتزاعه منهم على الرغم من الكر والفر حول محيطه. كيف لا وقد تعلموا درس أحد في بواكير أعمارهم، مستلهمين حكمة عدم التخلي عن المواقع حتى تحقيق المراد. يستعيد المحتجون ذكرياتهم التشرينية المليئة بالتضحيات. كتبوا على جدران القلعة إن النصر آت لا ريب فيه، وعلقوا فيه صور الوطن المكسر بالحروب والمشوه بصور سراق قوت الشعب. أبناء تشرين قرروا من هذا المبنى قبل عام البدء في مشروع الوطن، ووقفوا هنا في قلب التاريخ ليقيسوا نبضه على مزاجهم ووقع أحلامهم ولغتهم البسيطة. هذا جبل يحبنا ونحبه، يقول المتظاهرون ذلك وهم يجلسون فيه ويرسمون أحلامهم في زمن بلا ألوان، ينامون فيه آملين بأن يصبحوا على وطن خال من الفاسدين.